شوف يا سيدي، مبدئيا كل سنة وانت طيب. وتاني حاجة بقى عايز اقول لك عليها، اوعى اوعى تكون زي صاحب الآية اللي ربنا عز وجل قال فيه: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. اوعى بعد صيام وقيام وقرآن وذكر ودعاء وبكاء وإنابة وليلة قدر تضيع كل ده. خلي بالك قوي من بعد رمضان عشان منسوب العبادة بينزل واحنا بننزل معاه وبنضيع. فسبحان الله، يعني حاول تحافظ على صيام 6 من شوال، هيفرق معاك جدا وهيكون زاد ليك لطول السنة. هتحس ان انت لسه، يعني رمضان خلص وانا لسه محافظ على اللي كنت بعمله. فخلي بالك قوي علشان الشيطان بيستغل النقط دي. فكل سنة طيب مرة تانية، واوعى تكون زي صاحب الآية دي. السلام عليكم.